عيد مبارك سعيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا ربي، وعيد مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه وطول العمر وشر زيق ان شاء الله. المهمات ديالي خوتي خواتاتي كاملين على خير وبخير، وكنتمنى للجميع المتتبعين ديالي واي واحد كيصادف هذا لا فيديو عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكه تدخلوا عليكم باش ما كتمنوا ان شاء الله، والله يخليكم ديما مجموعين محبابكم. فاليوم صباح العيد وجدت الفطور ديالي كيف ما شفتوا معايا، وقلت نجلس نهضر معكم شويه ونبارك لكم العيد. قولوا لي لبستوا حوايجكم وجدتوا فطوركم؟ مشيتوا عند حبابكم ولا مازال؟ فانا الصراحه اليوم هاد العام اول عام غادي ندوز العيد في داري، متعوده دائما كنكون في دارنا. هاد العام اول عام غادي ندوز العيد في الدار، ماما ما كايناش مسافرين، وكاين غير بابا واختي وبنت عمتي هما اللي بقاو في الدار، وغادي هما اللي يجيو عندي ان شاء الله هاد العام ويتغداو معانا ويفطروا معايا. ومهم غادي نبارطاجي معاكم هاد النهار كامل بجميع التفاصيل، فين غنمشي شنو غندير. هي الصراحه البنات هادشي لي كيك وكتش معاكم الوصفات، حيت ديجا نبارطاجي معاكم هاد الكيكات. الحليوه كيف ما شفتوا غير كومونديتها، ما كانش الوقت وهذا ما ساليش بانني نصايب الحلوه. والدجاج كذلك نبارطاجي معكم هذه الطريقه اللي كندير ديال التحمار ديال الدجاج، فغادي نبارطاجي معكم غير شنو فين مشيت فين جيت شنو حطيت، فقط هذا الشيء اللي كاين. واللي عجبته شي حاجه وعنده شي تساؤل يخليها لي في التعاليق، واكيد غادي نجاوبك بصدر رحب. وإلا كان حتى نزل الفيديو علاش لا، مرحبا والف مرحبا. مهم هانتوما معايا ان شاء الله في هاد لا فيديو. وهنا البنات درت بارفان ديفين ديال اوريفلام، بارفان اللي غزاله خطيره البنات، رشيت لكم منها الا شميتو الريحه غزاله يا البنات. وهذه القنديره كتجي راقيه وكتجي انيقه في اللبسه ديالتها، عجبتني وكنظن بلي حتى المتتبعين ديالي غادي تعجبهم. كتجي حتى عريضه ما كتبينش لك لي ديتاي ديال لا فورم ديالتك. ومن بعد البنات غادي ندخلوا الكوزينه باش نبداو نحضروا في الطبيله ديالتنا. هنا البنات الحليوه راه غير كومونديتها، كومونديت الصابلي وواحد الحليوه ديال الكاوكاو، فقط هادو هما اللي كومونديت. ومسمن كذلك جابتو لي صيفطاتو ليا ماما، صيبت لي كيك قبل بنهار ما بارطاجيتهمش معكم في هذا اليوم البنات الوصفات ديالهم، حيت ديجا بارطاجياهم معكم في الفيديوهات السابقه. واللي انتريسي وعجباتو عجبوه لي كيك يخلي ليا في التعليق ونعاود نشارك معكم الفيديو، اولا نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي فيه لي كيك. فهنايا تنقاد في الحليوه ديالتي، وكنظن هاد المراحل لجميع الاسر وجميع العيالات تبارك الله عليهم كيديروا هاد لي زيتاب، فترفقوا اكيد بكري شويه من بعد تندون قدو في الطبيله ديالنا باش يجيو عندنا حبابنا، حيت العيد ما كيحلى غير مع الحباب وغير مع اللمه ديال العائله. واخا بقات البلاصه ديال ماما كبيره هاد العام في هاد العيد اللي ما كانتش معانا، واكيد فرحت بزاف اللي جا عندي بابا واختي وبنت عمتي وتجمعوا عندي اول عام كيف ما قلت لكم غادي نتجمعوا عندنا. مهم هانتوما معايا ان شاء الله، اي حاجه غادي نديرها غادي نبارطاجيها معكم. وضروري من الفواكه الجافه، انا راجلي وولدي تيعجبهم بزاف هاد لي فخويسك. هنا راه كان
يلا خدينا هاد الكاوكاو غادي حتى هو نوضعو في شي قريعه، وهاد البنات هاد القريعات هادو راه كانوا كادو من اوغي فلام اللي ديجا هضرت لكم عليها، شركه البنات اللي غزاله. اي وحده تبغي تعاون راسها وتبغي تكون عندها واحد مدخول شهري مستقل بها، فما عليها غير تواصل معايا. واكيد اختي واحبيبتي يعني كيف ما كنتي اي لاج كان عندك، ربه بيت او لا خدامه، اكيد غادي نشد لك باليدك باذن الله، غادي تولي انت عندك واحد الماندا شهريه. مهم البنات صافي، انا راه تنقاد كل حاجه في بلاصتها، وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وقبل ما نمشي البنات قولوا لي نتوما كيف دوزتوا الاجواء ديال العيد، حيت انا راه غادي ننزل لكم لا فيديو معطل، يعني كنتمنى انني نحط لكم نهار العيد ونبارك لكم في الوقيته ديال العيد، مي نزلت لكم لا فيديو متاخره. ورغم ذلك فرح بابي وصحابي واي واحد كيتفرج فيا عارف انني نقول لكم مبروك العيد من القلب، واي حاجه كتمنوها الله يسهل لكم فيها يا ربي. فهنايا غادي نقاد الصينيه ديالتي ديال اتاي، نقولوا دار مغربيه والا ما كتحلى غير بواحد الصوينيه ديال اتاي بشي بريريت ديال النعناع او الشيبه، كل واحد باش يفضلوا. فانا من عشاق النعناع، وخلاص البنات فدابا غادي نعمروا البريريت ديالنا. ما نعاودش لكم البنات هاد اتاي جا رائع. صافي هنايا غادي نعمر اتاي ديالي وغادي نقاد في الطبيله ديالتي، فخليكم معايا. وملي تنقولوا العيد تنقولوا ضروري ندوزوا واحد التبخير على الدار. درت انا البنات بخور الجذاب ديال العود، وهذا البخور هذا البنات كنت خديته من فاس، حتى هو فيه ريحه الزهر مخلط بريحه العود. مهم البنات واحد الريحه رائعه تريح الانفاس، ريحه غزاله ديال البخور. انا من عشاق البخور ديال العود، كخلي واحد الريحه زوينه هكذا في الدار. وهنا غادي نخوي معكم واحد الكويز ديال اتاي اللي جات هو رائع البنات. وبالنسبه لهاد الكيكه البنات ما زينتهاش، حيت بابا تيعجبو الكيك ما مزين ما والو، كيقول لي ما ديريش الكيك ديال الشوكولا. فهنا درت جوج الانواع، كيك شوكولا للبنات، وهاد الكيك لراجلي وبابا ما عندهمش مع الكيك ديال الشوكولا،
وغادي نعطيكم حتى نتوما تذوقوا معايا واحد الكويز ديال العشاء تقولوا لي كي جاكم. فخلاص البنات هنا من بعد ان شاء الله غادي نجي نجلسوا هكذا شويه مع بعضياتنا، غادي نجمعوا شويه. فانا ما تنشدش ملي تيكونوا العائله، ما كنبغيش نبقى نفيلمي هكذا بزاف، تنبغي نجلسوا على خاطرنا نضحكوا نجمعوا. هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف ديال هذا الكيك، جات رائعه البنات، غنيه بالشوكولاته. الناس عشاق الشوكولاته، غير جربوا هاد الكيك تجي غزاله ما ناشفاش. اي معلقه تاكلوها فمعها هذاك الشوكولا اللي مرطبها. فخلاص البنات كيف ما شفتوا معايا كتجي لذيذه، وفيها حتى لي بيبيت نوار كنظن انهم راه باينين ليكم، درتهم مع الكيك ملي كانت تطيب. وهنايا ريان تيجمع مع بابا وتيضحك هو وبابا، الله يخليهم ليا يا ربي، ويخلي لكم حتى نتوما وليداتكم، ويخلي لكم الاباء ديالكم يا ربي. وهنا حمرت الدجاج كيف ما قلت لكم، فصافي غادي غير نوضع فوق طبيله وغادي نرجع نتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما غادي نمشيو. قريت البنات الفريج حطيتها هكذا غير في طبيصلات، واش غير حنا ولا حتى نتوما في العيد ما كتقدروش تاكلوا؟ فراه ما تنقدروش ناكلو، باقي متعودين على الصيام، باقي متعودين على رمضان. هنا البنات بارطاجيت معكم جليليبه، قولوا لي كيف جاتكم. درتها سامبل مخدومه بالمخ وبالرباطي بالطرز. هنا رايا راه فرحان، كان باغي غير يخرج. هنا راه خرجنا غاديين عند دار ناسي نباركوا ليهم العيد، وهانتوما معايا ان شاء الله حتى لاخر لا فيديو. فهنا البنات راه جينا عند دار ناسي وفرحوا بينا وجمعنا وضحكنا. واكيد ملي تنقولوا العيد تنقولوا الصوينيه ديال اتاي والطبيله اللي كتكون متشكله بالحليوه، واكيد حتى حنا كنديو معنا حليوتنا. فهادي راه عاده عند جميع المغاربه، الدار اللي تمشي لها ضروري خاصك تدخلي وحط طبيسي ديال الحلوه. فهنا رايا راه تيتفرج في الرسوم. ومن بعد البنات في العشيه خرجنا ريان هنايا لي جو، كنا باغي نجلسوا في شي كافي، قال لك والو نبقى غير تلعب، ما جلسناش يا البنات، بقينا هكذا من جو لجو من جو لجو. ومن بعد جبنا البوزيت، جبنا ريان يلعب شويه هكذا في جو، والدنيا تبارك الله ما شاء الله عامره واحد الاجواء غزاله. شحال هذه باش كنا بحال هذه الاجواء، هاد العامين اللي دازت ما كانش بحال ما هكذا، خارجين وليداتهم خارجين وليدات فرحانين تيلعبوا، اجواء رائعه. غادي نخرج لكم الكاميرا وتشوفوا معايا شوفوا معايا الاجواء. انا راه تنهضر معاكم وبالي مع ريان تيلعب. المهم حبوباتي كنتمنى ان هاد الفيديو ديال العيد يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لي لايك ديالكم، وتقولوا لي في التعليق كيفاش دوزتوا نهاركم ديال العيد. وكنتمنى لاي وحده كتشوف فيا الله يفرحها باللي كتمنى، اللي باغا تزوج الله يفرحها بشي زمان اللي سهله، واللي محرومه الله يعطيها الذريه الصالحه ان شاء الله. والمهمات ديالي الله يعطيهم شي حجه كاملين يا ربي. فما بقى لي غير نقول لكم تنبغيكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد او فلوق جديد ان شاء الله. وقولوا لي كيف جاتكم اللبسه ديال ريان، اللبسات ديالو بجوج راه فرحان وما قاده فرحه. فخليتكم فرحه الله، بسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جديد او فلوق جديد ان شاء الله.